ورجعنا لكم مشاهدينا للحديث اكثر عن اليوغا. معانا مدربه اليوغا ريج عباس. اهلا وسهلا بك بحرين، نورتينا اليوم. نورتينا، سعيده. شكرا جزيلا. مساء الانوار، نوركم. شكرا. الله يخليك. احكي لنا بالبدايه شنو هي اليوغا؟ هواي ناس يعني ما فاهمين شنو هو اليوغا وشنو فكره اليوغا، احكي لنا بصوره عامه هي شنو؟ اولا شكرا جزيلا للاستضافه، وانا سعيده جدا بوجودكم. طبعا تعرفت على حضراتكم بنات حلوات كيوتات. انت احلى. الله يسلمكم. اليوغا عباره عن نقدر نقول رياضه نفسيه، العفو، بدنيه نفسيه روحيه، تعتمد الى حد ما على الجانب الروحي اكثر من الجانب البدني، وحسب طبعا نوعيه اليوغا اللي يعني كل شخص متخصص بها. نعم. مسمى اليوغا يرجع الى مؤسس مدارس اليوغا اللي هو يوغا ساتراس، استاذ كان محب لليوغا وفات من خلينا نقول من هالطريق هذا يعني، واسس المدارس. هو منين هو هذا الأستاذ؟ هو اصلا هندي اسيوي. نعم. يعني خليط، بس هي عاده ترجع اصلها للهند يعني. نعم. يس. طيب وضحي للجمهور، انا حابه كلش انه هذا الموضوع نوضحه، لانه هوايه بي شلون مثل ما يقولون ناس ما تعرف شنو الفرق بين اليوغا عن التامل عن الرياضه العاديه، يروحون يسوون سيرش هذا هاي مو يوغا، يقولون هاي رياضه، او بالعكس هذا تامل لا هاي يوغا، هذا هاي الخربطه. هنا انا شوي نوضح الفرق للجمهور. هو الفرق كلش كبير بين اليوغا والتامل. اليوغا لها قواعد معينه، لها خلينا نقول حركات معينه، لها اسلوب قاعده معين، لها طريقه تنفس معينه، يعني خلينا نقول تلتزم بقواعد الى حد ما. التامل فشيء كلش بسيط، يعني هي حاله من الراحه والسكون. يعني هسه انا بهاللحظه اقدر اسوي تامل، اقدر مثلا اتامل بيك بعيونك، جمالك، شعرك، هذا نوع من انواع التامل الى حد ما. فالتامل هو نوع من انواع السكون، الهدوء، تقدرين تمارسيه باي وقت، صبح، ظهر، عصر، ما يفرق. اليوغا لا، اليوغا الى حد ما عندها طقوس معينه، اوكي؟ فخلينا نقول طقوس معينة، قاعدة معينة، طريقة نفس معينة، حتى تقدرين تحصلين على نتيجة واحدة اللي هم اثنين مشتركون بيها. نعم. اللي هي خلينا نقول هدوء، هدوء، اتزان، خلينا نقول تواصل ويا نفسك أكثر، حالة من السكون والاسترخاء، هم تقريبا إلى حد ما يتشابهون يعني. بالنسبة للرياضة هي اكو نوعيات معينة، اكو ناس مثلا تحتاج تقول لك انه أنا أريد خلينا نقول أسوي رياضة، ما أريد كل شيء أهتم بالجانب النفسي. نعم. اوكي، اكو حركات معينه واكو طريقه يوغا معينه هي تشتغل حسب الرياض. نعم. انا بالنسبه لي متخصصه هافا اللي هي خلينا نقول يوغا الشمس والقمر، معناها الاتحاد. هاي تهتم بالجانب النفسي الروحي اكثر من الجانب البدني. نعم. اوكي. فانا قاعدج احنا نقعد نسترخي، نسوي حركات معينه، حركات بدنيه، انه انا اريد مجرد افك التنشن، افك السترس، افك الضغط من عندك، حتى تقدرين ترجعين لحاله الهدوء. وشوي شوي نبلش نشتغل على الداخل. حلو. يعني هذا نوعيه التخصص. نعم. طيب انا يمكن جديد بالنسبه لي انه اسمع انه اليوغا يعني لها تاثير قوي بالنسبه لي تطوير الذات، شنو التاثير وشنو الطريقه اللي انا اخليها ممكن تاثر ايجابيا على تطويري؟ يعني هي الى حد ما تنطيك حاله من الاسترخاء. يعني احنا كنساء عاملات نشتغل اكثر من 6 ساعات او 8 ساعات دوامه، مسؤوليه، بيت، التزامات، فما تلقين حاله هاي الهدوء، خاصه احنا هسه عايشين بوقت كله مشتتات. يعني تتمنين تقعدين 5 دقائق ويا نفسك هيك حاله صفاء، هدوء. اليوغا تقدر تساعدك، اليوغا تجبرك بالاحرى، مو تقدر تساعدك، يعني تخليش تقعدين بوضعيه معينه، تتنفسين باسلوب معين بحيث تخلين كل عضو بجسمك يسترخي. طبعا. فتحصلين راحه التوازن، التركيز، الهدوء. ف يعني انت ما راح تتواصلين اكثر ويا نفسك، اكيد انت راح تكونين يعني متطوره ومرتاحه بعد اكثر. نعم. يعني هي الفكره انك ترجعيش لنفسك بس. نعم. طيب اكو بعض المدربين من يعني يخلون طلابهم حتى يعطوهم درس يوغا يسمعوهم فد موسيقى معينه اللي هي هاي يسموها توكيدات سبليمينال او حسب شنو هي تكون، انا اظن هاي يعني بها تشفير للعقل الباطن، مو صحيح؟ طبعاً. بس احيانا يكون تشفير ايجابي واحيانا سلبي، احنا شلون نضمن انه احنا دا نسمع شيء ممكن يفيد عقلنا؟ بعد هنا انت اول شيء لازم تعرفين الشخص الصح. نعم. الشخص اللي انت تثقين به هاي اولا، ثانيا انت اكيد هم انسانه واعيه راح تعرفين تميزين انه هذا الشيء فيه اشخاص ما يفهمون اذا يعني اذا هم صحيح لازم يختارون شخص ثقه. اي يعني هي هاي الفكره، بس احنا يعني هم شوي نبتعد عن فقره التوكيدات. انا بالنسبه لي اتخصص بالتفريغ اكثر من ما اوكد. نعم. يعني انه انا مثلا اليوم اجيبك هنا انت عندك ستريس، ضغوطات، تريدين حاله من الاسترخاء والصفاء، انا خليش تفرغين كل مشاعرك، ترجعين. نعم. يعني خلينا نقول ضبط المصنع، تشحنين شحن زين وراها ترجعين لحياتك طبيعيه مرتاحه متوازنه، تحسين هذا الثقل والضغط عليك كان اخف يعني. فنطلع نوعيه ميوزك معينه، بس انا اختار يعني خلينا نقول ميوزك بس مجرد يعني ترددات ايجابيه بس مجرد يعني مو اكثر. نعم. من هيك بس مو كتوكيدات وكلام. نعم نعم. طيب اليوم اذا احنا نريد نتعلم اليوغا ممكن نسوي سيرش بال ممكن اليوتيوب اطلع فيديوهات واسرش عليها واشوف شنو الانسب الي، لو لا ممكن تكون هذه مو مناسبة أو مو ملائمة للحالة اللي أنا بيها ولازم ألجأ المدرب أو شخص مختص بهذا الموضوع؟
هو طبعا انت اول شيء لازم تعرفين انت شو تريدين، انت ليش تسوين يوغا اصلا؟ يعني هسه انا مثلا ليش رحت اليوغا؟ انه انا بس مجرد كنت اريد وقت اغير جوبي، اطلع من جو الستريس والعمل، اشوف هد هوايه معينه، جربت هوايه شغلات، بس انا يعني عندي قيمه الصحه والحياه الصحيه والرياضه كلش احبها وكلش عالي، يعني مو لعب هذا الشيء. فبلشت يعني خلينا نقول شاركت بكلاسات يوغا، بس حسيت انه مره مرتين تونست وغير الجو، بس حسيت انه فكره اصعد سياره والنوبه اروح مكان راح يضيف لي مسؤوليات اضافيه، حسيت بنوع من عدم الراحه. اوكي خل اطلع يوتيوب، ضعت، اكو اكثر من فكره، اكو اكثر من شخص، اكو اكثر من مدرب. فانا قلت ليش ما انا اطلع، خلي اخذ كورسات. فتحت كورسات وبلشت اخذ وحسيت الموضوع ممتع، فقمت اسويها ببيتي. اذا كلش اطلع بمكان خارجي اسويها اذا انا اريد انا وصديقاتي يعني. طيب بس بدايه شلون راح يتعلم هذا الشخص وين يروح؟ يعني انا اروح يوتيوب، اروح للمدرب نفسه، اسوي سيرش واعرف هو؟ يعني هنا السؤال، اذا انا بحاجه، حاسه نفسي انا بحاجه لشيء يخفف علي الضغط، هل ممكن انه السيرش هذا اللي باليوتيوب، لان كلش هوايه نازله تلجأ لهذا الموضوع، هذا كافي لو لا لازم الجأ للشخص الصح؟ لا هو اكيد مو كافي، يعني مثل ما قلتي لازم يلجأ لشخص صح، لانه انت بالبدايه، خاصه بالبدايه انت بالبدايه جايه الخبره صفر، ما تعرفين ايش تسوي، عندك ضياع، لازم اكو شخص يوجهك، يعني على الاقل يدليك الدرب وراها انت بدنا تكملين. فالفكره احنا نقدر نبلش في شيء كلش بسيط، انه انا على الاقل اقعد قاعده مريحه استرخي، ابلش اتعلم على النفس. فكره هي الفكره بالنفس، الفكره بالقعده، اسلوب القعده، اقعد مرتاحه، امد رجلي، اكون متربعه باي طريقه كانت، بس ما اكون متمدده، يعني الفكره ما اكون نايمه، اكون مرتاحه وابلش اخذ نفس، اخذ نفس خفيف، يعني هذا اللي يريد يبلش يقدر يبلش من هاي الطريقه. اوكي اخذ نفس خفيف من الخشم، احبس شويه، احسب 1 2 3 واطلعه من الفم. اذا اقعد 5 دقائق يوميا، مو الا حتى ما اسميها يوغا بس اسميها جلسه استرخاء، راح احصل نتائج جدا رهيبه، يعني راح تفرق بحياه الانسان 150 درجه صراحه. نعم. شنو هي الامراض اللي ممكن تعالجها اليوغا؟ يعني اكو امراض معينه تعالجها ولا لا هي مجرد يعني استرخاء وراحه نفسيه ومراجعه للذات تعتبر؟ هي ما تعالج بصورة رئيسية بس تساعدك، يعني هي تحسن مستوى خلينا نقول الجودة الصحية لجسمك. يعني مثلا اكو ناس عندهم عسر بالهضم، اكو ناس عندهم مشاكل بالامعاء، بالمعدة العفو، كلش تساعدهم اليوغا، لانه اكو ناس عندها مشاكل، يعني هذا القولون العصبي هو منين جاي؟ هو جاي من مجموعة مشاعر، مجموعة ضغوطات، اليوغا راح تساعدهم. صحيح. اكو ناس عندهم مثلا اوجاع بالمفاصل، اليوغا اكو نوع يوغا اللي هو بمرونة معينة تقدر تحسن من جودة صحتهم، بس كعلاج رئيسي 100% لا. طيب احكي لنا عن الحركات اللي يسووها الطلاب، يعني الحركه اللي يبدون بيها انه حركه مميزه، حركه الشجره عندنا همتين تعتبر من الحركات المميزه باليوغا، احكي لنا تفاصيلها شويه اكثر. احنا خلينا نقول خلينا نحكي بصوره عامه انه اي شخص يريد يبلش بهذا العالم، مثل ما حكيت لك يقعد قاعده مرتاحه جدا باي وضعيه هو يكون مرتاح بها، يعني ما لها شروط معينه، بس الفكره انه ما يكون نايم. اوكي يقعد مكان شويه لحد ما هادئ، يخفف من كميه المشتتات والضوضاء. نعم. يقعد بطريقه معينه مرتاحه وتكون حركه الايد بهالطريقه او بهالطريقه او حتى بهاي الطريقه. نعم. ومو ضروري تكون بهاي الطريقه. يا شنو الفكره من عندها؟ هذه الضغط على مناطق الاسترخاء. نعم. هاي اولا. ثانيا احنا ليش نشجع خاصه المبتدئين انه يسوون هاي الحركه؟ نعم. لانه هاي ما دام انت تتنفسين تركيزك موجود حاليا حاضر بجسمك وبهاي الحركه. نعم. من اصبعك يبلش يفك هنا انه بلشت تسرحين، تطلعين حاله التركيز. فهنا حتى ترجعين للتركيز ترجعين تسدين اصابعك. تمام. عرفتي شلون؟ فهي بس مجرد ربط يعني تكنيكي، بس هي ما لها ذاك التاثير. تمام. فتقدر واحد يقعد بهالطريقه بهالطريقه ماكو مشكله. المهم يرتاح. المهم يرتاح ويركز على النفس. تمام. يعني ياخذ نفس عميق من الخشم، يحبسه شويه بالبطن بالمعده، وراها يطلعها بكل هدوء بكل سلاسه، يعني ترى هو الموضوع سهل بس من تجين على 5 دقائق تحسيها كلش صعبه كبدايه. طيب تقدرين يعني حتى المشاهد اكيد يستفيد اكثر انه احنا نطبقها هسه على الجو، شلون ممكن يعني حتى لو فد شيء بسيط انه تمثلي لنا اياه؟ اوكي احنا مبدئيا خلينا ناخذ هاي الوضعيه. نعم. نقول انه احنا قاعدين بشغل او قاعدين على الكرسي. تمام. فمجرد بس راح يسترخي الواحد. نعم. يحاول يشوف المناطق اللي ما مسترخيه، الكتف، الرقبه، يحاول يحس نفسه جسمه كله مسترخي. تمام. قاعد بقعده مرتاحه، يحط ايده بهاي الطريقه، يبلش ياخذ نفس، يحبس 1 2 3 ويطلع النفس من الفم. بس هنا شنو الفكره؟ النفس اريده يكون عميق بحيث البطن والمعده تنسحب، يعني نحس انه اكو تقلص شويه. نعم. من يطلع النفس ترجع المعده والبطن لحاله الاسترخاء، يعني يبلش بخمس عدات اللي هي نفس واثنين وثلاثه خمسه، وراح يستريح ويرجع يسوي خمسه.
اذا يقدر يسوي من 10 الى 20 الى 30 احنا ممنونين. يا المفروض البشر ترى بصوره عامه هيك يتنفسون، احنا نتنفس بس بالجزء البسيط القريب من الخشم يعني او من الفم، وهي هاي مشكله يعني. احنا حتى كدراسه عندنا من المهم انه نتنفس بكل الرئه وينزل للبطن وبعدين نطلع الهواء. ما عندنا علم بهذه الثقافه احنا مع الاسف. مؤخرا جت هنا يعني تحسين اكو شوي شوي والله أنا تعرفين هواية من الاستشارات اللي تجيني أنصحهم باليوغا، أنصحهم بالتأمل، أنصحهم يسوون اثنيناتهم أحيانا سوية أو تمارين التنفس نضيفها، خصوصا اللي فد مرة يعني مسترسين كل شيء يستفيدون من عندها. بس بنفس الوقت أكو ناس تخاف من عندها أو أكو ناس يتشتتون لما يسوها. أكو نسبة بسيطة انه لما يجي يسوي اليوغا او يحاول انه يسترخي العكس هنا يصير، تجي الافكار السلبيه او يقوم يقول صار عندي صداع. فاذا تشرحين لنا اكثر عن هذا الموضوع. هي بس مجرد فكره انه انا قعدت حاليا وابتعدت عن المشتتات وانا قاعده في جلسه ويا نفسي والنفس، موضوع مو مريح بالنسبه لك، تحسين اكو مقاومه داخليه راح تطلع. فاكو تحسين اكو فد صوت جوا، اكو فد احساس يقول لك قومي يلا خلصنا. هي هنا الفكرة أنه أنت شلون حترجعين على حالة التوازن أو ترجعين على حالة الاتزان، تبلشين تتعلمين شلون خلينا نقول تتحكمين بهاي المشاعر. فمن هنا لأنه هاي ممكن من أول مرة من ثاني مرة، بس إذا هو عنده الاستعداد مع الممارسة راح يحس أنه هو كلش أموره تمام، تركيزه، مستوى النوم، مستوى الهدوء، الاتزان، حتى الحركة، السكون، راح يحس كلش فرق كبير صراحة. فبالبداية ممكن يعني أكو نوعيات نفس أنا من أنطيها للبنات أقول لهم أنه حاولوا تسترخون قبل لا ترجعون تسوقون سيارة، لأنه ممكن يسوي صداع، ممكن يسوي دوخة همين، ممكن لأنه فتشي جديد على الجسم. صحيح. بس بصورة عامة هي يعني فتشي مؤقت، يعني إذا صار صداع فهو راح يأخذ وقته يعني دقائق وممكن يروح، فلا يتخوفون، الموضوع أمين بالنسبة لي، أنا أحس أمين 100%. يعني من كلامك يمكن استنتجت شيء بسيط، إنه اليوغا هي مو شيء عادي أو سهل، هي بحاجة إلى واحد يكون قوي ومدرك للشيء اللي جاي يسويه، إنه أنا جاي يعني فعلًا بيني وبين نفسي بيني وبين داخلي. ممكن بلحظة الاسترخاء إحنا كنا كبشر طبيعيين أول شيء يخطر على بالنا كل الأشياء السلبية اللي إحنا عايشينها، كل الأشياء المزينة، الأشياء اللي بالماضي، بس نقعد ويا نفسنا. فهذه الأشياء الحرب اللي بيننا وبين نفسنا تحتاج إلى قوة. اليوغا ممكن هي تخلينا نتجاوز هذه المرحلة، نقدر نواجه الأشخاص، نقدر نواجه حياتنا، لأنه اليوم البشر مو الكل قادر على أنه يواجه المجتمع بأخطائه بعيوبه. ممكن اليوغا تساعدنا أنه إحنا نواجه، ما تساعدك تواجهين بقدر ما تساعدك يعني تسيطرين على خلينا نقول مشاعرك، تعرفين شو وقت تسكتين شو وقت تحكين، أنه هذا الموقف صار وياي. بالحاله الطبيعيه الناس اللي قبل ما يمارسون اليوغا يمكن يعني خلينا نقول يتسرع، يكون عنده رد فعل محلو لانه ما عنده بالضبط يعني ما عنده فد هذا الهدوء انه يقدر يسيطر على نفسه. بس بعد ما يمارس اليوغا فترات طويله راح يحس، تشوفين هذول الناس اللي تحسيهم مش قاعدين هدوء فد رزانه، راح يوصل لهي المرحله. ف يعني تحفزه تساعده الى حد ما، بس يعني لازم هو هم يشتغل على نفسه يعني. اوكي هي تساعد عامل مساعد بس 100% له يعني. نعم. طبعا يقولون اكو بعض الاشخاص ممكن يعني يفكرون بانه ينهون حياتهم فيلجؤون ورا فتره يعني من يتلاحقوا لهم مثل ما نقول انه يجربون اليوغا، يعني ممكن تغير من افكارهم بهذا الخصوص. والله ممكن ممكن. نعم. كلش كبير، لانه هي الفكره انه هو الانسان مش محتاج بهاي المرحله، بس محتاج دعم. يجوز يلتزم صف معين، يلقى فد ناس معينين، يتعارف، يعني هي فكره انه انت قاعده ويا دائره ويا مجموعه بنات او مجموعه شباب مثلا، راح يخلق نوع من تغيير الجو، حكايه منا حكايه منا، راح قاعده تصير لطيفه يعني، فراح يحس نفسه انه هو مغير جو، مسوي فد شيء نفسه، فليش لا يعني. والله انا احس انه يعني ان شاء الله ما نوصل هاي المرحله، بس الناس اللي تحس نفسها انه يعني واصله مرحله تريد خلينا نقول تسترخي تقدر تجي لكلاسات مال يوغا طبعا. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا كلش سعيدين باستضافتك اليوم. اذا اكو نصيحه اخيره تقدميها للجمهور قبل ما نختم. نصيحتي اذا كل واحد يقدر الصبح دقيقتين، من دقيقتين الى خمس دقائق، بس مجرد يقعد بحاله من السكون، تامل، ما نقول يوغا، اللي هو بس مجرد يصفن، حرفيا يصفن، يحاول يرسّت مخه قبل الشغل، يحاول يتنفس، يحاول ينطي نفسه يعني فد أولوية بيومه، راح يحسن مزاجه 150 درجة باليوم. أوكي هاي أولاً. ثانياً يحاول قدر الإمكان يدور له على دقائق معينة يسوي بها فد هواية، حتى إذا كان هو مثلاً أكو ناس هواية يعني مو مهتمة تجاه الرياضة أو اليوغا، بس ممكن ترسم، ممكن تكتب أي شيء، يعني بس تنطي وقت لنفسها، تخلي نفسها أولوية، وخاصة الصبح. صحيح. لأنه فكرة إنه الإنسان يقعد الصبح يروح عمله ويرجع ينام يقعد الصبح، هاي دوامة يعني غير مريحة.
فدائما الواحد ينهزم يروح يمكن يطلع او ياكل او يسوي غير اشياء، فاحنا ما نشجع انه يروح ياكل بس نشجع انه اوكي ممكن يقعد دقيقتين الى خمس دقائق يتنفس ويسترخي ويمارس له هوايه معينه. بس انا لاحظت مفهومش اليوغا كلش مختلف عن اللي اعرفه، حلو حبيت طريقه التفكير وطريقه حديثك اليوم، احنا نشكرك وجودك ويانا بحرير. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، نورتينا.